لن أتعامل مع افتراضات، سوف نرى ما سيحدث. بالطبع ما أنجزناه الآن هو فهم واضح بين جيشنا والجيش العراقي فيما يتعلق بما هي حاجات القوات الأمنية العراقية، وسوف نوفر الدعم بناء على تلك الطلبات من الجيش العراقي. الحكومة العراقية بوضوح قالت أن تواجد الجيش الأمريكي هنا بدعوة من الحكومة العراقية، وأنهم هم مسؤولين عن أمن وحماية قواتنا وأمن وحماية سفارتنا ومؤسسات الدبلوماسية، ولدينا ثقة عالية بين الدولة العراقية برئاسة رئيس الوزراء الكاظمي ملتزمين بهذا الدور بحماية تلك القوات والدبلوماسيين وغيرهم الموجودين هنا لمساعدة الحكومة العراقية. نأمل بالتأكيد أن الحكومة العراقية سوف تكون قادرة على مواصلة تأسيس هيبتها وسيطرتها، وأن تلك القوات التي لديها أسلحة وتعمل وكأنما لديها سلطة تتجاوز سلطة الدولة، بالنهاية سوف تدرك أن للعراق لكي يحقق إمكانات يجب أن تكون السلطة فقط بيد الدولة وليس مجاميع تعين نفسها كمقاومة ذات سلطة خارج سلطة الدولة. تحول القوات الأمريكية إلى قوات استشارية وتدريبية هو أمر ليس أمرا جديدا. العام الماضي سمعنا تماما من التحالف الدولي بإعلان رسمي بأن قوات التحالف الدولي تحولت من قوات قتالية إلى استشارية وتدريبية، وهذا الأمر البعض يعتقد بأنه تكرر وأنه أمر مكرر، ليس هنالك شيء جديد من القرار الذي صدر في البيت الأبيض عند زيارة رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي ومقابلته بالتأكيد مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. هل يعني هذا هو السؤال الذي يود الشعب العراقي معرفته؟ هل هنالك شيء مختلف صدر من البيت الأبيض مقارنة بما صدر من التحالف الدولي العام الماضي؟ خلال الحوار الاستراتيجي الذي حصل منه 4 جولات قررنا في السنة الماضية بأن أفضل طريقة بالتعامل مع سؤال القوات وهو أصبح حساسا هو أن يكون الجيش من الجانبين تحت اللجنة الفنية أن يجلسون ويناقشون ما هي الحاجة من التحالف وما يمكن للتحالف أن يجلبه، وقد وصلنا إلى نتائج جيدة جدا. هناك فهم قوي اليوم بما يعتقد الجيش العراقي أنه يحتاجه من جانب الدعم من الولايات المتحدة، وما انعكس في البيان المشترك من الحوار الاستراتيجي الأخير ما تريد الحكومة العراقية من الولايات المتحدة والتحالف هو الدعم وتمكين نشاطاتهم بتوفير الاستخبارات والتدريب وبعض أنواع الإسناد التي تمكن الجيش العراقي من مواصلة إجراء هذه العمليات. ونرى القوات الأمنية العراقية سواء من مكافحة الإرهاب أو البشمركة أو الجيش العراقي قادرة على إجراء عمليات ناجحة ضد داعش بدعم غالبا من التحالف في تخطيط هذه العمليات وتوفير الاستخبارات لهذه العمليات لكي يكون لديها تأثير الأفضل على خلايا المتبقية من الشبكات داعش. مؤخرا قبل أيام القوات الأمنية العراقية من ضمنها طائرات F-16 العراقية أجرت ضربات ناجحة جدا ضد داعش، والتخطيط وراء الكواليس كان فيه عناصر من التحالف ومن ضمنها الولايات المتحدة، لكن العمليات القتالية أجراها الجانب العراقي. وهذا بالضبط ما نريد أن نراه، لأن في النهاية ما نريد أن نرى القوات الأمنية العراقية تتعامل مع أي تهديد سواء داخلي أو خارجي، لأن هذا سوف يساهم في أمن واستقرار المنطقة.